معالي وزير الإعلام أستاذ وليد الدعوق، معالي الأستاذ عدنان القصار رئيس الهيئات الاقتصادية في لبنان، حضرة رئيس اتحاد الدول للمصرفيين العرب الدكتور جوزيف ترباي، أيها الزملاء، أيها الإعلاميون والحضور الكرام، لقد طرأت على المشهد الإعلامي العربي تحولات بنيوية عميقة في العقدين المنصرمين، لا سيما مع انتشار محطات التلفزة الفضائية الناطقة باللغة العربية وتكاثر مواقع التواصل الاجتماعي ونوافذ النفاذ إلى شبكة الإنترنت لأعداد غفيرة من المواطنين العرب. وفي السياق ذاته فرضت هذه التحولات إعادة النظر في الكثير من المفاهيم والممارسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وأبرزت ضرورة الإجابة عن عدد من الإشكاليات، وفي مقدمها مسألة العلاقة بين الإعلام والديمقراطية، وهي مسألة بالغة التعقيد خصوصا في العالم العربي، حيث لا تزال الديمقراطية التي من المفترض أن تنشأ وتعمل وتتطور في ظلها مختلف وسائل الإعلام هدفا بعيد المنال رغم تحولات الربيع العربي الذي لم يتمخض بعد عما يلبي تطلعات الشعوب العربية المشروعة في التقدم والنمو والرفاهية. أيها السيدات والسادة، معلوم أن للإعلام الاقتصادي في الوقت الراهن دورا أساسيا وحيويا، سواء داخل المؤسسات والهيئات الاقتصادية أم على مستوى تكوين الرأي العام وتوجيه الاستهلاك والاستثمار ورسم سياسات الدول في الحقلين الاجتماعي والاقتصادي، وهو إعلام يستهدف كليا أو جزئيا الجمهور كالزبائن والمستهلكين، أوساط الأعمال كالمستثمرين والشركاء المتعاملين، مكونات المؤسسة أو الهيئة المعنية كالمساهمين وأعضاء الهيئات الاقتصادية، أصحاب القرار السياسي والاقتصادي في مختلف السلطات التنفيذية والتشريعية المختصة. من هذا المنطلق يبدو لنا أن ثمة مسؤولية متزايدة تقع على عاتق المؤسسات الجامعية لجهة النجاح في إعداد إعلاميين اقتصاديين عرب ذوي كفايات علمية وتقنية وذوي التزام فعلي وعميق، أولاً بحق المواطن العربي في النفاذ إلى المعلومات وفي الاطلاع على الحقائق والوقائع ومختلف الآراء والطروحات، وثانياً بحق الشعوب العربية في التنمية المستدامة بمختلف أبعادها الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية، وفي مواكبة الحداثة واللحاق برق التطور للخروج من عصور الظلمة والظلامية التي ما زالت تقبع فيها الملايين في دنيا العرب، والتي تساعد على انتشار التطرف الديني والعنف والإرهاب وتسهم في تضخيم ظواهر الفقر والبطالة والهجرة. أيها السيدات والسادة، إننا نأمل أن تشكل مثل هذه الأفكار والملاحظات التي طرحنا عناوينها باقتضاب وسرعة جزءا من محاور النقاش في هذا المنتدى حول الإعلام الاقتصادي، وأن تحظى باهتمام الحضور جميعا محاضرين ومشاركين، ونتطلع إلى أن يتيح هذا الملتقى العربي في رحاب بيروت فرصة مهمة لتعزيز دور الإعلام الاقتصادي في تنمية مختلف القطاعات الإنتاجية والخدماتية من خلال تسليط الضوء على أمهات المشاكل
وسيل وسبل معالجتها وآليات تفعيل أداء الاقتصاد العربي على المستويين الوطني والإقليمي وتوفير مقومات التفاعل التكاملي للسوق الاقتصادية العربية. ومن منطلق حرصنا في جمعية مصارف لبنان على شفافية عمل قطاعنا المصرفي وعلى حق كل مواطن لبناني وعربي في الحصول على المعلومات الوافية والدقيقة حول أداء ونتائج ودور مؤسساتنا المصرفية، يهمنا أن نغتنم هذه المناسبة باطلاع الرأي العام المحلي والعربي من خلال وسائل الإعلام وعلى آخر منجزاتنا القطاعية. ففي نهاية حزيران 2013 وصل إجمالي مطلوبات وموجودات المصارف التجارية العاملة في لبنان إلى ما يعادل 158 مليار دولار أمريكي، أي بزيادة نسبتها 4% في النصف الأول من العام 2013 مقابل زيادة نسبتها 3.8% في النصف الأول من العام 2012، بالرغم من الأمور التي تمر بها المنطقة ولبنان. وفي نهاية حزيران 2013 وصلت قاعدة الودائع والتي تشمل ودائع القطاع الخاص المقيم وغير المقيم وودائع القطاع العام إلى ما يعادل 134 مليار دولار أمريكي، لتكون بذلك قد ازدادت بنسبة 5% في النصف الأول من العام 2013، بينما بلغت الأموال الخاصة للمصارف التجارية العاملة في لبنان ما يعادل 13 مليار دولار ونص بزيادة نسبتها 7% نصف الأول من العام 2013. واستنادا إلى آخر المعطيات المتوافرة، بلغ معدل الملاءة المثقل بأوزان المخاطر 11.62% حسب اتفاقية بازل 2، علما ان المستوى المطلوب عالميا لا يزال 2%. وفي نهاية حزيران 2013 بلغت التسليفات الممنوحة للقطاع الخاص المقيم وغير المقيم ما يقارب 45 مليار دولار بزيادة نسبتها 3.2% في النصف الاول من العام 2013. ولا يزال القطاع المصرفي اللبناني يستقطب أصحاب الخبرات والمؤهلات والمهارات العالمية، كما يثبت ذلك السعي الدائم لتعزيز توعية الكوادر العليا والمتوسطة والارتفاع المتواصل لنسبة الموظفين الجامعيين التي تجاوزت 72% من مجموع العاملين في القطاع، والذي وصل في نهاية العام 2012 إلى 22,637 موظفاً يشكل الأناس 45.6%. وإدراكاً منها لدقة المرحلة وتحصيناً للقطاع المصرفي والمالي إزاء المخاطر الاقتصادية والمالية في ظل الأوضاع الأمنية والسياسية المضطربة في الداخل وفي الجوار، وإزاء مخاطر السمعة المرتبطة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبي، تضاعف المصارف اللبنانية بالتعاون الوثيق مع السلطات النقدية والرقابية جهودها في إدارة موجوداتها ومطلوباتها بشكل حكيم وموزون لحماية مودعيها ومساهميها وزبائنها كافة، إضافة إلى صون سمعتها وإلى طمأنة الجهات الخارجية من مصارف مراسلة وسلطات حكومية ومؤسسات دولية حيال جدية وفعالية الالتزام بالمعايير الدولية من خلال القوانين والنظم والآليات التي تم إقرارها أو هي قيد الإقرار، وعبر التأقلم السريع مع المستجدات العالمية في مجال مكافحة تبييض الأموال والتمويل الإرهاب والتهرب
هي أيها السادة أهم ملامح القطاع المصرفي اللبناني وأبرز سمات نشاطه، وقد ارتأينا أن نعرضها عليكم تبيانا للوقائع والتزاما بالشفافية وتعميما للفائدة. ختاما نحيي جهود شركائنا القيمين على تنظيم هذا المنتدى في اتحاد المصارف العربية والاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، ونجدد الترحيب بجميع الضيوف والأشقاء العرب المشاركين في هذا المؤتمر المنتدى، مع تمنياتنا لهم بطيب الإقامة في ربوع لبنان، والرجاء بأن تتكلل أعمال هذا المنتدى بالتوفيق والنجاح، وشكرا لكم.